أنا اسمي عطا محمد عيسى دعيبس، من بلد اسمه علمة، علمة الجيري، قضاء صفد. وتاريخ الولادة 1933، مواليد علمة فلسطين. طيب حاج، بدي توصف لي علمة. علمة وين كانت؟ جبل، سهل، مساحتها، هيك وصف عام عن البلد. ايوه، احنا الجليل الاعلى، احنا الجليل الاعلى. انا قلت لك في الي كرم بمارون، ببين علي من مارون الراس او من عطرون او من يرون ببين. كمان بلدنا كبيره ومساحتها كبيره، ما بقدرش اوصف لك مساحتها قديش. احنا ارضنا للحوله، ارض بلدنا كبيره، بلدنا وبلد زراعيه ومواشي فيها غنم وحمير وخيل وبقر ومعزه، بلد فلاحين. احنا فلاحين، وانا بعتز وبفتخر اني انا فلاح ابن فلاح. في كرم فلسطين كان، مين بقى يسمع بالخليج وبقى يسمع بمصر وغير وغير. كان يوم كانت فلسطين من حيفا دولي كان. طيب حاج، اكيد انت طلعت، قد ايه عمرك من فلسطين؟ طلعت انا ابن 15 سنة. 15 سنة؟ ايوه، واعي كل شيء. يعني واعي الاعراس اللي كانت تصير، واعي الاعراس. تضل سبع ليالي تعال الناس بالساعه عند دار المختار، صف سحجي ودبكات ومجوز وارغول وشبيبي وكل شيء. سبع ايام سبع ليالي بس تفض الارض، تنزل الناس على الكروم تاكل عنب وتين. ايوه، دبكات ومجوز وارغول كله. دبكات ونسوان. هاي الكنفه هاي مين؟ هاي فضلتنا احنا الكنفة، فضلة فلسطين لعمينا تطرز الكنفة. امي وخواتي وامه كلهم يطرزوا كنفة، يلبسوا انابيز، ومن تحت هايم الى ثلاث شقف، ايش واحد من قدام واحد من هون واحد من هون واحد من هون، طرزوه كله كنفة. تراث كنفة. احنا اللي علمنا الناس عليها تطرز الكنفة. بنتي هون تعلمت بتعرف تطرز كنفة، موجودة حاليا. حجل العرس وين كانوا يعملوه؟ بالساحة، بساحة البلد باب دار المختار، ساحة كبيرة تجمت الهون وآخر المخيم تحت. ساحة كبيرة وسيعة، صف سحج، والنسوان تنزل بالسيوف ترقص بقلب السحجة بهالعبة، وشي شي يعني بيرفع الراس. حج اللي كان يعمل عرس كان يعزم بس حارته ولا لا البلد كله؟ ما فيش حارته وحارته، يا فلان في عرس للبلد كله، للعرس للبلد كله. قصدي بلاد، كان يعزموا البلاد اللي حواليكم مثلا تعزموا؟ طبعا، انت لك ناس بتعرفوا تعزمهم من بلد ثاني. والعرس وين يصير؟ اخر يوم على البيادر، سبق خيل ودبكات النسوان لحال ورجال لحال، ويركبوا هالعريس على فرس والعروس على فرس، ويطلعوا على البيادر، وهناك تصير الزفة الكبيرة على البيادر، ويروحوا كل واحد على بيته. انفخت الدف وتفرقت العشاء، كل واحد روح على إله. هذا مثل. طيب حاج، ننتقل شوي هيك لموضوع ال حكينا على الافراح، على الاحزان ما نحكي شوي. يعني لما كان في احزان، لما يصير في شيء حاله وفاه، كل البلد كل البلد مات فلان في الشغل، ليندفن فلان، بعد ما يدفن فلان للثالث فقط اللي عنا، بس الثالث بفك الاحزان زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحزان ثلاث. تروح البزع الحصيدي، والله توفى فلان
وقف البلد كلياته يومين ثلاثة وتروح على شغل الناس الحراث وعلى الحصيد وعلى الدراس وعلى فرات الزيتون وعلى بخير الله. كان في مقبرة بالبلد؟ طبعا تنتين مش واحدة. لا تنتين لكل البلد ولا كل؟ لكل البلد مش لكلها. ما في عنا تفرقة حارة بحارة. البلد يصير فرح كله عزاء كله. ما في هاي الحارة وهذيك الحارة، ما في تقسيم عنا. احنا بنحدد الحارات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. هاي هي بس. مش أكثر من هيك بس. ما يصير شيء للبلد كلها بصير. بيطلع واحد على سطح الجامع وبيأذن بيقول بكرة كذا وكذا بده يصير للبلد كلها. طيب حاج كان في وجهاء عندكم بعلمة يعني طبعا ناس معروفين هذول وجهاء؟ طبعا طبعا. مين كان في بلدنا مختار بالأول اسمه حسين عائل الله يرحمه. بعدين راح حسين عائل توفى طلع شو اسمه واحد اسمه أحمد محمد سعيد. هل اليهود اجوا ضربوا البلد؟ هل سمعتوا بمجازر انتوا ببلاد تاني خفتوا وطلعتوا؟ شو اللي خلاكوا تطلعوا؟ خلانا نطلع اليهود. مين خلانا؟ وبريطانيا. بريطانيا كان الطيران البريطاني يقصف مع إسرائيل مع اليهود. ما حكيت لك كنا عم نفرض زيتون أنا وحياة أمي الله يرحمها ويرحم أمواتكم بالدوارة. شايف مع طاسة حليب جايبة للكلب تبعي أنا أسقيه حليب غنم. أيوة. إلا الطيران قعد يضرب ببلد اسمه الراس الأحمر. شوف عنينا وفوقينا بهالجبل. إحنا بلدنا جبل بس مساحتها حواليها مرج كبير. مرج كبير في حوالي بلدنا. هذا يزرعوا شمام وبطيخ وذرة وغير وغير تانوا من جميع. هذا يتقيض الناس من لبنان بندورة وإشياء من هالشكل. مرج كبير كان حد بلدنا. أين يا قوم بلادي إنها عندي الأعادي ليس للعرب حياة وفلسطين تنادي.